ففي اطار الدفاع على الموكلين ديالنا طلبنا من المحكمه اجل باش نطلعوا للدفاع ونتخبروا مع المعتقلين ونهيئوا المسائل اللي غادي نتكلموا في المحكمه عليها. ثانيا تقدمنا بطلبات الصراحه المؤقت لتوفر الضمانات، وكذلك لانه هاد الناس اللي اغلبيتهم اللي كانوا عليهم عديمي السوابق القضائيه. ثالثا حنايا كدفاع ما يمكن الا ندينوا ديك الممارسات الشغب، ولكن الان تنعتقد الملف عند القضاء، القضاء هو اللي غادي يكون الحقيقه للراي العام للاسر للدوله للجميع. اليوم الملف عند المحكمه، كنعتقد المحكمه هي اولى من غيرها باش تقول الكلمه ديال الحق، من قام بديك الاحداث، من المسؤول، من تسبب في هذه الاضرار. هذا هو ما سنبحث عنه ان شاء الله في مناقشتنا القضيه، وحنا عندنا ثقه ويقين على ان القضاء بمراسه وبتجربته سيصل الى تحديد المسؤوليات، وسيحمل المسؤوليه الى من يتحمل، ويبرئ من سيتبرأ.